دخلت زيارة العاهل المغربي الملك محمد السادس يومها الثالث بعد أن أجرى بالخصوص محادثات مع رئيس الجمهورية والحكومة المؤقتين، وألقى كلمة تحت قبة المجلس الوطني التأسيسي. وجاءت الزيارة الأولى له إلى تونس منذ الثورة لتبحث القضايا السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين، فضلا عن الأمنية مع ما تشهده المنطقة المغاربية من تنام للخطر الإرهابي. قلد رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي خلال موكب انتظم بقصر قرطاج العاهل المغربي الملك محمد السادس القلادة المخصصة من وسام الجمهورية، وذلك تقديرا لجهوده في دعم العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، نقلا عن بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. كما قلد كل من ولي العهد المغربي الأمير الحسن والأمير رشيد الصنف الأكبر من وسام الجمهورية، وبدوره قلد الملك محمد السادس رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي قلادة الوسام المحمدي. الزيارة الرسمية للعاهل المغربي بدعوة من رئيس الجمهورية المؤقت تعد الأولى له منذ الثورة، تحدث خلالها عبر منبر المجلس الوطني التأسيسي في جلسة ممتازة عن ضرورة تفعيل اتحاد المغرب العربي المجمد عبر تنمية العلاقات الثنائية بين أقطاره، أولا للمضي في تحريك الاندماج المغربي والتكتل والفعل إقليميا وقاريا ومتوسطيا ودوليا. كما نقل حرصه على مواصلة العمل الصادق من أجل الارتقاء بالعلاقات بين تونس والرباط إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية النموذجية، ومجانبة للطابعين الدبلوماسي والتاريخي لعلاقات الجوار بين البلدين. فإن الزيارة ولقاءات الملك محمد السادس أخذت أساسا عناوين سياسية واقتصادية وأمنية عبر تداول الملفات الآنية كتجربة الانتقال الديمقراطي في تونس وتعهد الرباط بالوقوف إلى جانبها ودفع العلاقات الثنائية والوضع في منطقة المغرب العربي ككل الذي يشهد تحولات ومناقشة قضاياه ومجمل الواقع مغاربيا وعربيا. ولم يغب التنسيق الأمني لتطويق المد الإرهابي وخطره الداهم على الرقعة الجغرافية المغاربية عن المحادثات. أما اقتصاديا فإنها كللت بتوقيع 23 مذكرة تفاهم وبروتوكول وبرامج تنفيذية للتعاون بين البلدين، وشملت عديد المجالات خصوصا الاقتصاد والأمن والسياحة والصحة والصناعة والطاقة والشأنين الديني والبيئي. أما الهدف الأساسي فهو السعي إلى رفع التبادل التجاري إلى سقف 800 مليون دينار خلال السنوات القادمة، بعد أن بلغ في العام 13/2000 510 ملايين دينار، والحد من الإجراءات المعرقلة استثماريا في السوقين.